يقول السائل: عند وصولي إلى مكة اغتسلت بالصابون، فهل علي شيء ولبست الإحرام من جديد؟ إذا كان الصابون ليس فيه رائحة طيب لا بأس، اغتسل بالصابون واغتسل بالمنظفات التي ليس فيها رائحة طيب لا بأس، أما إن كان فيه طيب فإنك تتجنبه. الصابون المطيب، الصابون المطيب أو الشامبو المطيب، جميع المطيبات تتجنبها وأنت محرم، وما مضى لا حرج عليك إذا فعلته وأنت ناسي أو جاهل. نعم.